هنعرض دلوقتي ليكم نتائج مباريات الجوله الثانيه في الدوري المصري، وهنقول لكم ايضا ترتيب الدوري دلوقتي بعد مجموعتين او بعد دورتين او جولتين في الدوري. هنشوف الترتيب دلوقتي لان في انديه كتير جدا بتشترك في المركز الاول. طيب عندنا هنعرض الجدول الاول ولا النتائج؟ طيب دي النتائج. حرس الحدود وادي دجله 2-2، حرس الحدود التعادل الثاني على التوالي، انبي وطلائع الجيش 1-1، والمقاولون العرب وسموحه 2-2، نادي مصر واسوان 0-0، ونادي الاتحاد السكندري بيفوز على الجونه الهزيمه 1-0، الهزيمه الثانيه طبعا للجونه في الجوله الثانيه. الاسماعيلي اتغلب من المصري 3-1 بثلاث ضربات جزاء، والاهلي فاز على الانتاج الحربي 4-0 في اداء اكثر من رائع. طنطا يعني عملت مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز واتغلبت 2-1، واخيرا الزمالك النهارده بيفوز على مصر المقاصه بهدف دون رد.